عملية التصويت على منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة استكملت الأربعاء، وخلصت الجلسة الثانية التي عقدها المجلس الوطني التأسيسي بهذا الشأن إلى منح الثقة لحكومة علي العريض رئيس الحكومة المكلف الذي منح بدوره الثقة للشعب التونسي. نقول يا شعب، راك بعد ربي سبحانه وتعالى أنت الشاهد الأكبر وأنت الشاهد الأول وأنت الشاهد الأنزه على الجميع، الحكومة وأطراف الاجتماعية والسياسية، فلا تتخلف عن دورك واحمي ثورتك وتابع وساند وعارض. وكان قد استمع النواب الثلاثاء إلى العريض خلال تقديمه بياناً لخص فيه أولويات حكومته وسياساتها. الأولوية السياسية، وذلك بتوضيح الرؤية من خلال تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في أسرع الآجال، وبسط الأمن ومقاومة الجريمة، ومواصلة النهوض بالاقتصاد ومكافحة البطالة وارتفاع الأسعار. أخيراً مواصلة الإصلاح ومقاومة الفساد والمحاسبة وتفعيل العفو التشريعي العام واستكمال ملف الشهداء والجرحى وضحايا الاستبداد. النقاشات التي دارت بين نواب المجلس التأسيسي اتسمت بنقد برنامج الحكومة باعتبار أنه غير واقعي، خاصة وأنه لا يمتد لأكثر من 9 أشهر. اعملوا ما تقولون، ورونا ما تعملون، وخاصة لا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون، ما تحلوش التوانسة في الجنة ذراع، كونوا واضحين وصريحين، نعيش بالأحلام ولكن حذاري من الأوهام. إضافة إلى ذلك، انتقدت التشكيلة الحكومية التي تتضمن وزراء في الحكومة السابقة فشلوا في المهام الموكلة إليهم حسب بعض النواب، وقد اعتبرها البعض ترويكا الثانية ستنتهي بالفشل، وإن كانت الحكومة الجديدة التي تضم 3 أحزاب هي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، فإن نصف أعضائها مستقلون بمن فيهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل، غير أن الاستجابة لمطلب تحييد وزارات السيادة هذه لم يكفيه، حيث تتوالى الدعوات إلى مراجعة التسميات والتعيينات على رأس الإدارات والمؤسسات العمومية. نطالب بتحييد الفعل للإدارة ومراجعة التعيينات التي تمت بصفة اعتباطية وما زالت تتم، فترتيب البيت والتسميات تتم لا بالولاء للحزب الحاكم ووفقا للمحاصصة بل بالكفاءة. تبقى مسألة وضع رزنامة واضحة تحدد مختلف المواعيد السياسية الحاسمة في تاريخ البلاد لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار، وهو من أهم مشاغل الرأي العام في تونس. سفيان ثابت، BBC.